دي منطقة المسجد بالليل خلاص، يعني هما ابتدوا صلاة العشاء، ودي العربيات ما شاء الله، انتوا شايفين كمية الناس اللي جاية تصلي قد ايه. طبعا هما راكنين كذا صف ورا بعض، والمسجد فوق الناس بتصلي اهي. خلاص لسه صلاة العشاء بدأ، حبيت اوريكم كده منظر المسجد عامل ازاي، والناس بتعمل ايه، والناس داخله. طبعا عاملين شويه ديكوريشن حلوين صراحه للمسجد.